إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم AOB كندا، ومرحبا بكم في قناة أخرى AOB ميغراسيون كندا بالفرنسية، وكذلك القناة التعليمية AOB إدوكاسيون. اليوم هذه الحلقة الأولى في سلسلة حلقات اللي غنخصصها للثقافة ديال قضايا الهجرة في أروقة المحاكم. يعني إنسان دار واحد الطلب، حط واحد الملف بامبورت لو موتيف ديالو، حطو عند العون ديال الهجرة في البلاد ديالو أو هنا في كندا وترفض ليه. الناس شنو كيديرو؟ كيديرو يا إما لابيل استئناف، يا إما كيديرو مراجعة قضائية، يعني كونترول جوديسيير أو ريفيزيون جوديسيير. قدرت لابيل يسوغا أكيلي، يعني تقبل، قدر يترفض روجي. على كل حال ما ندخلش معكم في التكنيك جوريديك، غنشوفوا الحالة، نعطيكم الحالة في الأول أشنا هي، ثانيا الهيستوريك ديال الأحداث، ثالثا أشنا هما الشكاية علاش كتبازا ديال لي سكون أبال لي دوموندور، يعني الناس اللي مرفوض لهم هادي، وشنا هما الحجاج ولي زارغيمون ديال وزارة الهجرة اللي كيتسمى لو ديفوندور ولا لانتيمي. وما بعد نهضروا على المحكمه اشنو الديسيزيون ديالها، وعلاش شنو هما لي ريفيرونس لي موتيف ولي ريفيرونس ليجيسلاتيف ولا جوريديك اللي اعتمدت عليها باش تصدر القرار ديالها. اليوم قلت لكم واحد الحاله ديال واحد رفض ديال في ار تي اللي هي فيزا دو ريزيدون تمبورير. طالما ملي كتجيو هنا كيلصقوا لكم واحد اوتوكولون، واحد كيسمى فيزا اوتوكولون، فينيات باردون، فينيات اوتوكولون باسبور ديالكم، هذيك هي في ار تي، يعني فيزا دو ريزيدون تمبورير. جيت غادي نجي سائح في ار تي، غادي نجي نزور ولادي اون طونك بارون في ار تي، غادي نجي نزور ولاد ولادي اون طونك غران بارون في ار تي، غنجي طالب اجنبي في ار تي. اوكي، هذيك في ار تي معناها فيزا دو ريزيدون تمبورير اللي فيها لي فيزيتور السياح ولا يجي يحضر شي سيمينار ولا شي حاجه، وكاين ترافايور اترونجي وكاين ايتيديون اترونجي، وكاين واحد كنسميو بي اس تي، يعني بيرمي دو سيجور تمبورير. شي واحد مثلا هو اصلا ممنوع يكون في كندا، ولكن الظروف الاقتصاديه ديال البلاصه اللي غيمشي لها خليناه تمبوريرمون وعطيناه في ار تي كتسمى بيرمي دو سيجور تمبورير. مثلا مادونا غادا دير واحد الحفل، ستة ديال الحفل في السبيكتاكل في كندا، قلبوها في المطار ولا في شي بلاصه نلقاو عندها لا دروغ، هذه خصها تروفولا. ولكن سكون ابيل لي سيركونستانس امبيريوز، نيسيسيتي امبيريوز، كتجعل ان كندا تعطيها بي اس تي واحد بين مساله في السبيكتاكل ديالو شي حاله كيتسمى بي اس تي. على كل حال اليوم الحاله من ايران، هذا واحد الاب واحد الام، بلاتي نكتب لكم في السبوره باش منين نكون نهضر يبان لكم دو كوا جو بارل. دونك هاد الحلقه سميتها الهجره واللجوء القضاء، يعني ليميغراسيون اي لو ركور جوديسيير. الحاله الاولى اللي عندي واحد لي بارون، اوكي تكون معايا مزيان، عندي لي بارون، عندي لي بارون كاينين في ايران، اوكي ايران، هاد لي بارون، هاد لي بارو عندهم ربعة، ثلاثة البنات أو ولد، دونك لا في نيميرو أن، لا في نيميرو دو، لا في نيميرو تخوا، إي لو كارسون، ولا لو فيس، أوكي فيس، كتبنا بالبيرمانون، كتبنا بالبيرمانون، تخلط ليا مع لي كيتمسحو، ماشي مشكل. دونك قلنا عندي في أن، في دو، لا في تخوا، اي لو فيس لو الرابع ديال لي زونفون ديال هاد الناس. مزيان اسي، تبعو معايا مزيان، هاد لي بارون لو بير، هذا حتى هو بير مال لا لو بير اش كيدير؟ طبيب جراحي متقاعد، يعني غادي نقولو هنايا ميدسان روتريتي. الام لا مير ولا لا مامون انفيرميير تايا روتريتي. الاب ميدسان روتريتي والام انفيرميير روتريتي.
مزيان اسيدي. لا في الاولانيه كتقرا في لونيفرسيتي ديال طهران كتقرا لا ميديسين. لا في الثانيه كتقرا جيني شيمي. جيني شيمي في ايران، دوك كيقراو في ايران جامعه طهران. البنت الثالثه عايشه في كندا دوبوي 2007 دونك il vit au Canada. مجوجة ماريي. لو فيس عايش في كندا دوبوي 2005 اوكي. هاد لي بارون من الاملاك اللي عندهم، عندهم ثلاثة ديال لي تيران وعندهم ابارتمون وعندهم اون بونسيون ديال لا روتريت وعندو كابيني بريفي. كابيني بريفي، كابيني ميديكال بريفي. اوكي مزيان اسيدي. في 2000 و اواخر 2011 هاد لي بارون قدم واحد الملف عند لاجون دي فيزا ولا دو تريتمون دي دوموند دو ريزيدونس تمبوريت في ار تي في طهران عاصمه ديال ايران. حطوا الوثائق كامله اللي خصها تحط. فمن بعد جاهم الرفض. دونك غنقسمو هادي على جوج وغنديرو اوبس سوري غنديرو سيدي نكتبو هنايا لا ديسيزيون دو لاجون دي فيزا ولا دي ليميغراسيون روفو. لو روفو كتعرف واحد القضيه في الولايات اللي كيصيفط لكم ما كيعطيكمش بالضبط الديتاي ديال الغوفي، ولكن الا تبعتي درتي لي لو ركور تبعتي في المحاكم اول حاجه كتطلب لو فون دي دوسي كيعطيوك الدوسي. المهم هذا واحد اخر نبغي نهضروا عليه من بعد لان خاصها دي كونديسيون باش تشوف الدوسي ديال اشنو كتب لك وتتابعو. ما علينا جاهم لو غوفي ما فهموا والو. واحد القضيه نسيتها بعدا، اشنو هو الموتيف دو فواياج ديالهم؟ دونك غيزون لا غيزون دي فواياج هادي مهمة بزاف. هاد لا غيزون دو فواياج سيدي او فيها جوج ديال الحوايج. اولا هاد لي بارون بغاو يتعرفوا على الخطيبة ديال ولدهم لا فيونسي ديال لو فيس، وبالتالي بغاو يحضروا العرس الزواج. اوكي بغاو يفول اسيستي اوسي على لا سيريموني دو مارياج. هادو هما الهدف ديالهم. فتفاجئوا كيلقاو كيفاش هذا كيرفض لينا الدوسي ديالنا، ما سي با نورمال. علاش لاجون عطى جوج ديال الاسباب ديال الرفض ديالو. راه شي ما تلقاوش شي قناه اخرى تبعوا معايا وسميتها ولايك الى عجبتكم الحلقه لايك، وما عجبتكمش غادي نحيدها وندير حلقه اخرى تعجبكم. الله يرضي عليكم. سي تري امبورطون انكم تلايكيو باش كنعرف واش الحلقه عجبتكم ولا ما عجبتكمش. اذا نكتبوا هنايا لي ريزون اللي كتب لاجون دي ميغراسيون. اول حاجه قال لهم سيدي لي ليان فاميليو، غنشرحهم لكم اش كيعني. والحاجه الثانيه لي غوسورس فينونسيير. لي ليان فاميليو قال لهم هاد الناس هادو جو كخوا جو بريزوم كو لي بارون الا مشاو تم ما غاديش يرجعوا، يعني ما عندهمش ان ليان اللي غيتيريهم اللي غيردهم كي فا لي بوسي ا روتورني البي ديالهم اللي هو ليرون ايران. الحاجه الثانيه قال لهم ما عندهمش الفلوس باش يديروا جوج حوايج. ما عندهمش الفلوس باش يصرفوا المصاريف ديالهم هما سكون ابل لي فون نيسيسير بور سوفونير ا لور بروبر بيزوين. دونك غنقولوا سوبسيستونس الماكل المشرب المنزل الى اخره تسارى. والثانيه قال لهم ما عندهمش باش يخلصوا بي روتور سي لارتيكل 220 سي. ما عندهمش فلوس باش يخلصوا لارتيكل ديال سميتها البي ديال الطياره روتور ماشي علي روتور. قبل ما نزيد واش فهمتوا هاد المسائل هادو انا بالزربه غادي نقولها لكم. عندنا دي بارون واحد ميتسا روتريتي امراه انفيرمي روتريتي عندهم ثلاثه ديال التير ديال لي تيغان ابارتمون بونسيو كبيره مزيانه كابيني بريفي اربعه ديال الاولاد اربعه ديال لي زونفون ثلاثه ديال البلاد جوج كيقراو في ايران وحده عايشه في كندا من 2007 وولد عايش في 2005. الهدف الزياره ديالهم هو هي اللقاء بالخطيبه ديال ابنهم وكذلك حضور مراسم الزواج ديالهم.
لاجون عاون الهجره رفض هذا الطلب ديالهم وما عطاهمش اسباب. اول ما عندكم شي حاجه تخليكم تردكم، يا با دو ليان فاميليو، وثانيا ما عندكمش الفلوس باش تخلصوا الطياره غوتو. نادوا هاد الناس حيت لا ريزيدونس تمبوريير ما فيهاش ابيل، ما فيهاش استئناف، ما كتمشيش لا سيكسيون دابيل دي ميغراسيون، كدير ديك الساعه سكون ابيل لو كونترول جوديسيير، كتحط واحد الطلب فين لا كور فيديرال، لا كور في المحكمه الفيدراليه. حكينا محكمه فيدراليه ما عجباتكش كطلع كور دابيل فيدرال ما عجباتك كطلع اعلى سلطه في البلاد اللي هي لا كور سوبريم دو كندا. المحامي ديالهم اكيد انه مشى حيت باش انت تكون ريزيدون تكون اترونجي وطلب متابعه هاد لاجون خاصك تطلب طلب من عند لا كور فيدرال، فو دوموندي اون اوتوريزاسيون سور لا باز ديال الدوسي ديالك. لقاو الدوسي ديالك بيان فوندي في شي حاجه دامبورطونس راه كيقول لك اوكي غادي كيعلنوا لك جيست وقتاش تكون سينو روجي. هاد الميل ديال هاد لي بارون هادو تقبل على انه يدار ان كونترول جوديسيير، يعني كتراجع قرار ديال لاجون دي ميغراسيون. مزيان، دابا نتوما فهمتوا سكون ابيل ليستوريك ديال لي في، عطيتكم لي في، عطيتكم الكرونولوجي ديالو، وعطيتكم الموتيف ديال الليتيج اللي غيديرو هما. دابا غادي نمشيو وغنشوفو اشنو طرا. تبقوا معايا مزيان. نهار المحكمة في 2011 على ما اظن دارت الجلسة امام واحد القاضي. دابا هاد لي بارو كيتسماو عقلوا ليها، اللي كيدافع اللي كيكونتيستي اللي كيكونتيستي اللي كيكونتيستي يعني مشات ليا الدارجة، اللي كيعترض اللي كيكونتيستي اللي كيعترض كيتسماو لي دوموندور. عقلوا ليها مزيان الله يرضي عليكم، لي دوموندور لي دوموندور في الكونترول جوديسيير. ولكن الا كنتي عندك الحق دير لابيل كتسمى ابلون، اون بيرسون ابلونت. انت شمن تكون داعي؟ داعي وزاره الهجره. اش كتسمى وزاره الهجره؟ لانتيمي، انتيمي ولا ديفوندور. اوكي ديفوندور، وكينوب عليها افوكا ديالها. لي دوموندور شنو كاي كيقولوا؟ كيقولوا اول حاجه هاد لاجون دي ميغراسيون ما دارش خدمه مزيانه، دار ايغور دو دووا اي دو في ميكس، دار واحد الغلط. هادشي كيقولوا لي دوموندور لي بارون. اوكي قال لك سيدي اول حاجه هاد لاجون ما احترمش واحد لي زانستراكسيون مينيستيريال، راه درت عليه واحد الحلقه قلت لكم بان اي عون ما كيخدمش من مخو. سي فري عنده ان بوفوار ديسكريسيونير، كيكون ما معنى بوفوار ديسكريسيونير معناه قدام واحد الحاله عندي بزاف ديال لي سوليسيون جو برون لا ميور. وكاين الكونتريغ ديالو لو بوفوار لي، انا شتك ستيف الاحمر لو بوفوار لي عندي بوفوار لي، يعني جو دوا تو دوني ان تخيك، كاين واحد لا لوا كنطبقها لك. لقيتك هاز التليفون في انت كتسوق بوفوار لي غادي نصمر لك بروسي. اوكي كيقول بان هاد لاجون ما احترمش سكون ابيل لو بي او بي 11. هاد لو بي 11 فلا سيكس فلا سيكسيون 5.2 سيكسيون 5.4 سمحوا لي، اش كتقول؟ كتقول بان وزاره الهجره كتدعو جميع اعوان الهجره انهم يسهلوا لوكتخوا، يسهلوا لا ديليفرونس ديال الفيزا لي بارون و لي غران بارون الا كانت ما عندهمش لانتونسيون انهم يهاجروا ويسقروا في كندا. راجعوا الاو بي، ديروا لها جوجل او بي 11 وغتلقاو لا سيكسيون 5.4 انهم كيقولوا لي زاجون اعوان ديال هو القضاء اعوان ديال الهجره عافاكم تسهلوا مع الناس كونوا سوبل مع لي بارون ولي غران بارون باش تعطيهم الفيزا يجيو هنايا، لان من لوبجيكتيف ديال 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 ليميغراسيون كلها هو ان لا فامي تحس بواحد شالور فاميليال، اون رينيفيكاسيون فاميليال، يا اما في اطار زياره ديال لي بارون، اما في اطار التجمع العائلي. هذه الاولى، النقطه الاولى. النقطه الثانيه قالوا ليهم هاد لاجون ما عيطش علينا باش يسمع الاراء ديالنا ولا كاينه شي حاجه، دونك ما كاينش اونترفيو اورال فيس تو فيس. قالوا عاوتاني هاد لاجون ديال ليميغراسيون ما شافش الوثائق اللي عطيناه،
ونقطعوا كيف يقولوا قطع يدي، على ان هذوك اللي دوكيمو اللي عطيناه ما غادي يضربوا هادشي كامل في الزيرو، ما شافش الشيء اللي عطيناه. دونك الى اري اون دي سا اري يعني ما تلف. كيقولوا قالوا بان عطينا لي بروف وعطينا لي دوكيمون وعطينا لي بياس اللي كيردوا الملف ديالنا قوي، لذلك كنطلبوا المراجعه. مزيان اسيدي، اشنو كتقول ديفوندور وزارة الهجرة؟ اشنو كتقول؟ قالت جوج حوايج. قالت اولا بعدا وهذه كاينه بصح، لاجون ني با اوبليجي يعيط على شي واحد بحال دابا الا نسيتو شي ورقه راه ما عندش حق دقي، ني با اوبليجي يقول لك راه نسيتي هذه ولا هذه، نو ناسي ورقه لوح زباله، ناسي ورقه كل ما لاح كل ما كيحيد عليه. هذه وحده. ثانيا لا كور فيديرال لا كور دابيل لا كور سوبريم كيقولوا بان راه لاجون ني با اوبليجي انه يعيط لك ويشوفك، اذا با دوبليغاسيون d'interviewer et de convoquer d'organiser des entrevues avec les demandeurs. Haja tania قال لك لا لي بروف لي عطا insuffisante. Donc insuffisance des documents ou bien des preuves على لي liens familiaux ou على سميتها البي باش يخلصوا طياره روتور من كندا الى ايران. مزيان نادت لا كور فيدا بقات دخلت واحد حيت كتعرفوا كاين واحد سكون ابيل لو سيستيم جلوبال دو جيستيون دي كا لي في جميع التريتمون انفورماتيزي ديال لي دوموند. قلبوا لقاو بزاف ديال لي بروف و دوكيمون اللي كيضربوا هاد الخدمه ديال الخينه هذا في الزيرو. مثال نعطيكم مثال، ما بغيتش نمسح كلشي باش ربما شي واحد يبغي يقرا ولا شي حاجه نكتب هنا. معليش، اول حاجه بالنسبه لي في البنات باقيين صغار، ils sont toujours entièrement uniquement prises en charge par ses parents. علاش غيخليهم ويجينا بلا كيقراو؟ حاجه اخرى عطاهم لي تيتغ ديال ثلاثه ديال لي تيغان وديال الدار وديال الكابيني. اوكي دونك سكون ابل لاكتيف ديالو باتريمونيال ستاسيون باتريمونيال ديالو، عطاوه لي غولفي بانكير من عند لا بانك. دونك لي فون كانوا اسي دارجون فيها، لي فون فيها لي فون. عطاوه عاوتاني قالوا ليه سميتها لا بونسيون ديالهم عندهم كيتخلصوا مزيان. دونك لا بونسيون، دونك كاين واحد روفوني ريكيرون كيبقى دائم حتى يموت، و راه بيه باش داروا تيرا وداروا المسائل ديالو. حاجه اخرى خمسه ما شافوش لا ليتر اكسبليكاتيف اللي داروا لي بارون وحطوها في الدوسي. قال لك اودي احنا علاش غاديين؟ احنا غادي نشوفوا خطيبه ديال البنت ديال الولد ديالنا ونحضروا مراسم الزواج ديالو. حاجه اخرى سيزيامون ما شافوش لا ليتر دانفيتاسيون او ديبرجمون اللي كتبوها كتبات البنت والولد اللي عايشين في كندا، وكيقولوا لهم بان احنا راه غنتحملوا مصاريف كامله وها لي روفوني ديالنا وها لي زابيت كوتيزاسيون ديالنا احنا قادرين. دونك وهادشي كان في سيستم باش تعرفوا كاينه الترونسبارونس. دونك المحكمه ملي شافت هادشي اشنو قالت؟ قالت لك هاد لاجون هذا ما دارش طبقش القانون. الى اري يعني الى في فوس بيست. فحكمات المحكمه، حكمات المحكمه جوج حوايج باش ناخذ القول، جوج حوايج حكمات فينا بلاصه فينا نكتبو. اوكي حكمات ce qu'on appelle infirmer la décision de l'agent d'immigration. Infirmer يا اما confirmer يا اما infirmer. Infirmer يعني قلبات ما annuler. OK كيتسمى لو تام كيسمو infirmer une décision. Donc affirmation infirmer la décision de l'agent d'immigration de Tahran. Deuxième سميتها وهي renvoi. Le renvoi à nouveau du dossier ديال هاد الناس هادو à un autre agent d'immigration pour examen. Donc le renvoi. Donc dossier ديالهم غادي يصيفطوا عاوتاني لايران باش يديروا ان اجون اخر، ولكن المشكل تقدر تكون غا بوحدو يقدر يكونوا جوج، ممكن كاين واحد التعاطف بيناتهم. اوكي دونك غروسو مودو هذا هي الحاله الاولى اللي شفتوا معايا دابا، وقريبا غنشوفوا بزاف ديال الحالات ديال الطلبه اللي غفولي، الطلبه اللي طرا لي مشكل في التجديد، الطلبه اللي رفضوا لي البيرمي ديتود على اساس انه ما عندوش لي ستوريك دو فواياج
بزاف ان شاء الله غادي ندير لكم هاد الحلقات باش تستافدوا وما تطيحوش في الاخطاء هذه. النصيحه اللي نقول لكم، الا عندكم الفلوس ورفض لكم لاجون راه عندكم الحق ديروا لو كونترول جوديسيير. سي فري غياخذ شويه الوقت، عام عامين، ولكن كيسيون دو برينسيپ. الا كنت متاكد على الدوسي ديالك كان سوليد ولاجون ديال الميغراسيون، فهاد القضيه لاجون ديال الميغراسيون راه ما عندوش الوقت، راه عنده طون ديال الدواسه، راه يقدر يخرج كمية ولا شي حاجه يجي يتلف ما يعقل على والو ويصمر العباد الخصو يتك... راه كاينه القضيه كتوقع. اذا ماشي يرفض لك قال تعاود 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 تخسر في كيلي، يقولك اخويا انا ما عنديش لابيل هذاك الشيء خسر فلوس وكيلي. لا انا عارف ديجا اتصلوا بيا قالك حنا مستعدين نتابعوه، غير ورينا كيفاش نديرو. ومو هاد القضيه شي الا كان دوسي ديالكم واعر، الا كان دوسي ديالكم واعر هذاك لو 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 كونسي ديال 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 وزاره الهجره، الا حس بان راه غادي يغلط راه غادي يلقاو من غلط، كيقولك اجي كيقولك سحب 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 كونترول جيشير ديالك ورانا غادي نعاود ندير ريفيزيون، نمشي نعاود نراجع هادي، ولا كيدير معاك ارونجمون. اوكي دونك شكرا على المشاهده، نتمنى هاد الحلقه هادي كانت شيقه، استفدتوا منها. جايين حلقات اخرين ديال الهجره وقضايا الهجره امام المحاكم او الهجره واللجوء الى المحاكم لفض النزاعات ما بين لي كونديدا، ما بين لي دوموندور ولي دوموندريس الا كانوا فيمينا، او وزاره الهجره. اوكي لما تشوف واحد القضيه راك تدعي وزير وزير الهجره، علاش؟ حيت لاجون سي اون بيرسون سي اون بيرسون كي اتي ديليغي اوكي بار لو مينيستر دو ليميغراسيون وعطى لو بوفوار. كاين شي حوايج ما يقدرش يديرهم، ولكن تو سكي فيزا الى اخره هادو كتشوفوهم تما راه كيمثلوا الوزير. انت ملي كتدعي كتجي وزاره كتدعي لو مينيستر راجل القانون ديال الهجره. مره اخرى ندير واحد الحلقه نفسر لكم ام تي بو كومون سا سباس كونترول جوسيير لابيل لا ريفيزيون ادمنستراتيف محاكم اداريه محاكم قضائيه الى اخره. شكرا للمشاهده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساو تتصل معايا اوديو، خلوا لي اسئله اوديو انستغرام AOB ميغراسيون كندا، فيسبوك صفحه فيسبوك الميسنجر AOB ميغراسيون كندا، وراني كنجاوب اوديو. الا كان سؤال قصير كنجاوب، كان طويل كنجاوب اوديو. شكرا، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.